تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. مرتضى منصور كعادته والفيديو اليومي اللي بيعمله كل يوم، يشتم الكابتن خطيب، يشتم اسامه حسني، يال ولع في الدنيا، يتكلم ويلقح كلام على الحكام، ويشتم على امين عمر يقول له انت عامل زي الست الوالده اللي فاتحه رجليها، يقول له وحياه امك مش عارف هعمل ايه، ومزيد من الاسفاف ومزيد من التطاول دون تحرك من الدوله. الدوله ساكته وصم بكم على مرتضى منصور على افعاله. بدل ما ينتقد جماهير نادي الزمالك واللي بتعمله في امين عمر والزجاجات اللي رقيت بالمياه، لا يطلع يقول لك ده مش هم، يطلع يقول لك ده الفان اي دي بتاعهم مختلف، يطلع يقول لك كلام ما يدخلش عقل طفل صغير لسه مولود، يتكلم على حاجات ما لهاش اصلا علاقه بالواقع، ويرهب الحكام ويقلل من الحكام، يا اما تدوني احتواء وتظلموا النادي الاهلي، يا اما في نفس اليوم اطلع على قناه الزمالك انا والصبيان بتوعي وهزاز الرؤوس نطلع نشتم ونسب ونلعن فيكم ونقول لكم ما لذ وطاب. انا بنصح احمد وامير مرتضى منصور انهم يعرضوا ابوهم على واحد شيخ، ممكن يكون مرتضى منصور ده عليه عفريت ولا حاجه، ولا راكبه جن ولا كده. طبعا لو مرتضى منصور سمع الكلام بتاعي ده هيقول لك دمك يالا اللي راكبه جن يالا، مش انا، مش مرتضى منصور يالا اللي يركبه جن يالا، ده الجن يركب مرتضى منصور، لا ده الجن يركب امك. ممكن لو سمع الفيديو بتاعي يقول لي كده، يعني انا متاكد واثق ان هو هيقول كده. بس ايه المشكله ان هم يعرضوه على طبيب نفساني؟ ايه المشكله ان هم يعرضوه على واحد شيخ يعمل له المعوذتين ولا يعمل له اي حاجه تهديه في اللي هو فيه ده؟ او يمكن راكبه جن اسمه الخطيب، كل حاجه الخطيب 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 الخطيب، هو السبب في ان اكرم توفيق يتصاب، وفي السبب في اللعيبه بتاعت النادي الاهلي انها تتصاب، وكريم فؤاد انه يتصاب بالصليبي، لا ده منه لله السبب اللي بيلجا لناس معينه عشان اللعيبه دي تتصاب، ومؤمن زكريا يتصاب. انت مش ملاحظ ان في الامر في شيء غريب؟ مش في شيء غريب؟ في ناس لا تؤمن بهذا الامر، في ناس لا تؤمن بالسحر والشعوذه والسحر الاسود والاعمال والسحرات والحسد في ناس ما بتؤمنش بيها وفي ناس بتؤمن بيها، ولكن الحسد ذكر في كل الكتب السماويه، في كل الكتب، في الحسد والاعمال والسحر والحاجات دي كلها. روح كده هتلاقي في التراب وفي المدافن اسحار معموله للناس، فلان يكره فلان، فلان يذبح فلان، فلان يجي له مرض فلان، كل حاجه باسم ربنا، ده ربنا. على فكره يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه، بس هو لما واحد بيتعمل له عمل، يا اما واحد محصن راجل بيصلي بيصوم بيزكي بيأدي فرايضه، يا اما راجل تاني بعيد عن ربنا خالص ملوش علاقه بربنا خالص. مثلا ربنا هيحصن مين؟ البعيد عنه ولا القريب منه؟ القريب منه، صح؟ ممكن واحد ما يكونش 100% مع الله، ممكن ان الواحد ما يبقاش قلبا وقالبا مع الله، ممكن يكون الواحد بعيد عن الله، صح؟ هو ده العرضه ان هو يجيله ويجيله ويجيله، غير التاني المحصن اللي بيروح وبيأدي فرايضه وبيأدي واجباته تجاه ربه سواء مسلم او مسيحي او يهودي او اي مله، صح؟ فالحسد والاعمال والسحرات والحاجات دي مذكوره في كل الكتب السماويه، وعندنا امثله عده بيحصل لها كده. فشيء طبيعي ان اللعيبه عندنا تتصاب وعند نادي الزمالك ما تتصابش. عندنا اتنين رباط صليبي وموضوع مؤمن زكريا، وفي نادي الزمالك ما فيش اي حاجه من دي خالص، ولكن ربنا شايف وعارف وربنا المطلع والبصير ويتصرف حسب حكمته. لكن مرتضى منصور اللي بيحصل منه بشكل يومي ده فاق كل الحدود. الدوله ساكته، المسؤولين ساكتين، يطلع يشتم في حكام، يشطح يقول له انت امك وابوك واللي جابوك واللي نعوك والخطيب فيه وفيه 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 وفيه، وهزاز الرؤوس عمالين يهزوا راسهم، والدوله فاتحه سداح مداح لمرتضى منصور اللي بيطلع يجيل مصر كلها، بس هو فرح يقول لك انا هرفع قضيه على اليوتيوب الفلاني وعلى البلوجر الفلاني وعلى القناه العلانيه وهشطب مش عارف مين وشوبير مش عارف ايه، ويتنمر على شوبير وعلى شبانه وعلى مش عارف مين وعلى يتنمر على الدنيا كلها ومحدش بيقول له انت فين. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى منصور ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى منصور قال ايه ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا.
شاء الله يا ريس. خير يا استاذ محمد شرقاوي. اهلا بيك يا فندم. اولا واجهين قلبكم في حديث عن منظومه فاسده. المنظومه الفاسده دي ليها عوامل بتقول انها فاسده. الراجل اللي اسمه كان رينج ده ولا اسمه ايه؟ كلاتنبرج. رينج ده لاحظ لما جه كان محترم تمام؟ وكذا ماتش ماتشين تقريبا كده قال لا الاهلي ملوش حق في دي وملوش حق في شوبير مسح بكرامته الارض. ده تاني بقى يطلع يقول لك ايه؟ الراجل ده جاي ليه؟ دولارات وعايز ايه؟ مين الراجل دوت؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ تصدق انا ما كنتش متابع يا استاذ مصطفى. يعني انا متابع يعني فعلا اللي هو الدوري السنه اللي فاتت في اخر الدوري بتاع السنه اللي فاتت يقول لك مسح بكرامته الارض. تمام. تقول البلطجه بدا. فالراجل انت عارف في ناس بعض الاجانب بيجيبوا محترمين وبعدين ايه حد يفهمهم كده المصريين يقول له ايه الاتجاه ماشي ازاي؟ انت عايز تقطع عيشك تاخد 40,000 دولار وبتسكر في الماريو هتقعد تعيش تودي نفسك في داهيه يا عم خلص. الراجل فجاه قلب. لا مش فجاه بقى ما كان في مقدمه يعني. اللي انا بطمنك عليه الولد امين ابن الواد محمد عمر مش هتشوفه في ماتش زمالك تاني. كلام واضح؟ غير ما انا بقى مش هتشوف خليته في ماتش الزمالك تاني. ده رقم واحد. رقم اثنين كلمة بس دي اللي انتوا شفتوها حاجة من الاثنين يا بس واخد بالك؟ بعد العقوبات ما طلعت يا بس يعني اخرس اديكوا اتعاقبتوا تمام؟ يا اما بس يعني مش عاجبه العقوبة. مرتضى منصور بدل ما يقول لجماهيره عيب وبدل ما يقول لجماهيره اتلموا واختشوا وبلاش قلة أدب وبلاش شغب وبلاش تجاوز، لا طالع يقول لك كلاتنبرج أهلاوي، كلاتنبرج هو بيطبطب على النادي الأهلي، ده أمين عمر فيه وفيه وفيه، وواحد من المسؤولين قال له تعالى ده اعمل مش عارف إيه للنادي الأهلي. ما لو كان فعلا كلاتنبرج بيعمل زي ما أنت بتقول كنا فزنا بالدوري السنة اللي فاتت، ما كانش الخطوط تترسم على الهوا وعلى الكيف، وكانت ضربات جزاء تتلغي للنادي الاهلي، ضربات جزاء وهميه تتحسب لكم، ما كانش اهداف تتلغي للنادي الاهلي بحجه التسلل والخط يترسم في نص البطن بدل ما يترسم لاقرب مكان للمرمى، ولكن هو الكلام اللي بيقوله ده قصده وعارفه ارهاب وتهديد للحكام عشان يتم احتواء الزمالك ويتم ظلم النادي الاهلي. اتكلم يا بيه. كفيف. خلاص انا بقول لك وحطمك يا امين مش هدفكم للزمالك تاني. وانا بطمنك ان شاء الله في بكره تحقيق معاك واللي انت عملته ده مش هيعدي. تاني مش هيعدي. اقولها لك تاني مش هيعدي. واحتمال ايقافك 500%. ليه؟ لانك قليل الادب. انت مش بقى حكم ظالم ومغرض وبترضى ابوك اللي انت وابوك عاملين على الصفحه وفرحان قوي وماسك الكارت بايدك الشمال. طب امسكوا بايدك اليمين اللي هو هتقولي كده هات لي الصوره، هو رايح يجري على فريرة وماسك الكارت في ايده الشمال. وقالوا لي كده هتقولي كده تاني. تمام. ولما وصل بقى الواد عامل شويه شعر ابيض كده وعامل لي كابوريا. تمام. بص 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 اهي شفت كان في ايده الشمال وبعد كده رفع. يا باشا طبعا انا متابع امه. اهو شوف الاسلوب ده مش شعره اصلي، ده هو عاملها كده منظر عشان البنات واخد بالك. الراجل ما عملوش حاجه. شوف الراجل واقف ايده ورا، شوف ايده واقف. شيل امين عمر دي والنبي كده شيلك. ايوه هل رجع لي بقى تاني كده يا عم؟ شيل سيتم التحقيق الاول، يا ريت شيل الكابس تكتبه، شيل عشان نبان بريرا واقف ازاي. ايوه واقف ايديه فين؟ ايديه واقف ظهره. طرم عندك يا امين يا عمر يا قليل الادب، لانه راجل عالمي. على فكره من الواضح كمان ان الحكم الرابع هو اللي مبلغ امين عمر وبيأيد عنده هو كمان. الواد الاقرع ده اللي شكل الديك المنكوش ده مين ده؟ الحكم الرابع. انت عارف الرابع ده
اللي قال هو ده رابع ولا خامس؟ ما اعرفش ده الرابع. طبعا انا قلت لك امبارح وبيتحقق انه الولد اللي ماسك عصايه ده وشفته بيقعد يجري يمين وشمال دوت، تمام، قال كلمه قذره لفريرا، تمام. فانا بقول لجمهور الزمالك مش هتشوف خلقه الواد ده تاني في ماتش الزمالك، ويمكن ما تشوفش خلقته تاني. وبعدين عامل مصيبه في الترسانه، وعامل مصيبه مع فيوتشر، خلي بالكم مش ده برضه اللي طرد علي ماهر ولا حد غيره. هو الواد ده باين؟ انت مين يالا؟ يعني انت كنت لاعب كره الواد ده كان بيلعب في نادي قبل كده؟ حد انت بتاع كره قديم يا خالد. الواد ده كان بيلعب كره قبل كده؟ لا ما اعرف يعني، ممكن هو بيلعب، الله اعلم. كان بيلعب، كان بيقولوا بيلعب راس حربه. فين؟ ما اعرفش يعني، في نادي درجه تانية اكيد يعني، مش ما اعرفش. فين؟ هو كابتن محمد عمر طبعا كان لاعب في اسكو اعتقد. مع احترامنا لاسكو. يعني مش زي ابو رحاب مثلا، مش زي ابو محمد اللي بيلعب، المدرب اللي عندنا ياسر محمدي. ياسر محمدي محمدي تمام. مين محمد عمر ده؟ نكره. وانت هنا نكره، ده نادي الزمالك عامل معاه بادب واحترام، وانت جبت ضربتين جزاء. الولد اعتقد اسمه اسلام، اسمه اسلام ايه؟ اسلام جمال. لا مين؟ اسلام صلاح. اسلام صلاح تقريبا. اسلام صلاح مش كده؟ لا ده ناقص يعني ايه، بيتهيألي مش رجله في دماغه، ده رجله في عينه. هاتوا لي البتاع كده يا جماعه، هات كده تاني، معلش انا معاك. هاتوا لي اللعبه تاني كده من الزوايا. لا واحده 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 تايكوندو حلوه يعني. هات لي كده. ودعم اهي، بس طبعا هتوقع من كذا زاويه طبعا. تالي يا بيه. ايوه عايز اقول لك حاجه بقى. اهي اهي يا ساتر اهي. لا قرب قرب، لا قربها شويه عشان بص الرجل. لا بص الرجل راح لفين. ايوه ثانيه واحده، ثانيه واحده. بص هل الكوره مش مستوى دماغ سامسونج؟ لا في مستوى الجزيري هو مش موطي، مش موطي. الثاني هو اللي رافع رجله. برافو عليك. اعكس بقى بتاعت مين؟ بتاع النادي الاهلي. هات عندك برضه محمد محمود. بس هات لي الزاويه قريبه، معلش نعيدها كمان من قريب عشان الناس تاخدها كويس. هتعلم ازاي الزاويه الثانيه كمان، لسه اكمل الاعادات عشان الناس تشوف كويس قوي، وبعد كده نجيب اللعبه الثانيه. لا اهي بص اهي بيرفع رجله اهي. بص والحكم قدامه اهو يا استاذ مستشار، الحكم في وشه. الحكم مغرد. كمل كمل. شفت فاتح رجله ازاي؟ زي ما يكون واحده لسه والده. بص شايفين الاسلوب يا جماعه؟ فاتح رجله زي الواحده اللي لسه والده. وانا عايز اقول لك على حاجه، كل ده وقبل ما يدخل مرتضى منصور يعمل مداخله، الافندي الشرقاوي اللي قدامكم ده اهو، اهو الافندي ده اللي موطي دماغه، والافندي ده اللي موطي دماغه يقول لك احنا مش بتوع بيانات، احنا عمرنا ما اعترضنا على الحكام، احنا ما بنطلعش بيانات ضد الحكام، ده الراجل بيطلع اهو بيشتم الحكام قدامكم عين عينك. ولكن اي تدليس واي تضليل واي كلام بيتقال علشان بس يبينوا ان النادي الاهلي وحش ونادي الزمالك كويس، يقول لك فاتح رجليه عامل زي الست الوالده. ايه الوقفه اللي انت واقفها دي يالا؟ ده انت هتتهزق وتتهان. انت لسه هتتهان. بص يا سيدي اهي. ده موطي خالص بقى. اللي فوق ده موطي خالص. الاهلي. محمد محمود موطي خالص. وده بتاع سيراميكا. احمد محسن. يعني مين اللي موطي لمين؟ هو الاهلي اللي موطي بتاع سيراميكا. يعني ده مش مسلم. لا ده خد بالك كمان، ده يا سياده المستشار وانا بقولها مره واثنين وثلاثه، ايه الكره دي كمان اساسا قبل ما تروح لمحمد محمود كانت هاند بول على بيرسي تاو، يعني هو سندها بايده كمان. يا باشا بيرسي ده، بيرسي تاو دول كلهم عايشين في حمايه شوبير. احلى حاجه ان الناس دي لا تفهم في قانون ولا تفهم في بطيخ. قانون اللعبه بيقول لك لو حارس، لو مهاجم جت في ايده الكوره في منطقه الجزاء وجاب منها هدف بشكل مباشر، تعاد اللعبه وتتلعب ضربه حره مباشره على اللاعب اللي جت في ايده، ايا كان بقى اذا كانت قصدها او مش قصدها، ما دام استفدت منها وهي اصلا جايه في ايدك، حتى لو في ايدك في جنبك. ولكن لو الكره جت في ايدك وانت باصيتها للاعب زميلك او راحت للخصم وزميلك استفاد، ما تتحسبش، وده اللي حصل في اللعبه بتاعت بيرستاو اللي بيتكلم عليها. ولكن الناس دي لا بتفهم في كوره ولا بتفهم في قانون، والدوله حاطينهم كده يرازوا في الناس ويرازوا في الرياضه المصريه، علشان يا باشا الدولار داخل على 30 جنيه محدش يتكلم، اللحمه داخله على 200 جنيه محدش يتكلم، عشان الايجارات والشقق بقت
نار، رغيف العيش قد كده قد قرص الاسماك، ومحدش بيتكلم، ولكن يقولوا لك ايه الكره فوق الكره لتحت الكره. يا رأي انتوا ليهم 3 ايام بيحكوا على امين عمر علشان ماتشاتهم النهارده وبكره وبعده يحصل فيها احتواء. ما هو لما الحكم يتشتم في قناه نادي الزمالك، الحكم اللي بعد منه يجي يحكم لنادي الزمالك ويظلم النادي الاهلي علشان ما يتمش يعني لا مراته تجاب سيرتها ولا بنته ولا امه ولا اهله، ولا يتهزق ولا يتبعد ولا يتمنع زي ما مرتضى منصور بيطلع يعمل. فده شيء مخطط له، والدوله بتساند والدوله بتدعم والدوله بتطبطب، والدوله قام قاعده مرتضى منصور على حجرها وبتدلعه وبتدي له فلوس وبتدي له بتاع، يطلع يشتم مصر كلها ومحدش يتكلم. تخيل لو البرنامج ده في الكويت ولا في السعوديه ولا في الامارات ولا في اي بلد ممكن فيها قانون يحمي المواطنين، كان ايه اللي حصل لمرتضى منصور؟ كان اتساب كل يوم يطلع يشتم كده في رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه مستحيل ما يكونش عارف اللي بيحصل ده، مستحيل رئيس الوزراء ما يكونش بيسمع الكلام ده، ولا وزير الرياضه. احنا فين هنا؟ في ايه؟ ده احنا لو في سويقه او في غابه ما يطلعش الافندي ده كل يوم يشتم الناس كلها بدون حساب وبدون رادع. كمل يا عم كمل. والحاكم اللي يقل ادبه ولا يعني ينطق؟ انت شفت محمد عادل اتعمل فيه ايه؟ والحاكم الثاني اللي قال له حب نفسك، انت نسيت يا جماعه ولا ايه؟ شوبير خرب الرياضه المصريه. محمد معروف قال لك حب نفسك على محمد معروف تقريبا، صح؟ كان محمد معروف، كان محمد معروف اللي قال له حب نفسك. حب نفسك ايه؟ محدش طايق الاهلاويه ولا الزملكاويه. انت بتخرب الرياضه المصريه، وفي نفس الوقت انت واجهه سيئه للاعلام المصري. الصبح يصحى انت بنته شغاله وبنته الثانيه مخرجه وابنه بيلعب وعمال يهبش في ملايين. طب ما انت عيالك قاعدين في النادي وعمالين تهبشوا في ملايين، حد قال لكم حاجه؟ انت وعيالك احمد وامير شغالين ايه؟ مؤهلاتهم؟ واحد محامي والتاني كان ظابط واستقال او اقيم، ايه مؤهلاتكم؟ قاعدين كده اهو زي اللي زي تماثيل قصر النيل، ما بيعملوش اي حاجه وبيتقاضوا ملايين. حد قال لك حاجه؟ حد قال لك بيم؟ حد قال لك بتاع؟ انت مالك ومال شوبير؟ دول ناس شغالين بيقدموا محتوى، لكن انتوا ايه المحتوى اللي بتقدموه في نادي الزمالك غير الفلوس اللي عمالين تجنوها من الدوله وتصرفوها في البزخ وفي الكلام الفاضي على نادي الزمالك؟ ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ وحقيقة شركه يا راعي انا كلمتكم بره، الولد ده محتاج يروح يقعد جنب المدام. انتوا عايزين رياضه محترمه؟ اللي بيقول لك ايه؟ اللي مش عارف هو بيتكلم هي بتاعت سامسون يا ست مصر. هاتها لي يا باشا. ايه؟ هاتها لي بقى كده؟ طبعا اتصل. أول مرة. بص بيقول له رمى نفسه. لا ما لا يا بيه الولد ماسكه. لا بص بقى. الكرة بعيدة طب الحارس بيترمي على ايه؟ بص يا بيه بص الولد ماسكه برجله الشمال. ايوه بالظبط. يا بيه الولد ماسكه الولد ده اهو نايم على رجله الشمال، نايم على رجله الشمال. اللي بالك ثانية واحدة بقى واللي وراه ده. كل ما تشوف مرتضى منصور وتسمعه احمد ربنا ألف مرة على إن رئيس ناديك هو كابتن الخطيب المحترم اللي لا بيطلع يتكلم على حالات تحكيمية ولا بيتكلم على حكام ولا بيشتم ولا بيقل أدبه ولا بيتظاهر إن هو كويس ولا بيتظاهر إن هو محترم ولا بيتظاهر إن هو مظلوم ولا بيتظاهر أي شيء غير إن هو راجل صامت وبيعمل في صمت بدون أي افتراء ولا بدون أي مهاترات زي اللي حضرتك بتسمعها دلوقتي. مين؟ اللي ورا سامسونج مين؟ اوباما. لا اوباما؟ شوف برضو اللي لابس ازرق ده ضارب اوباما في رجله اهو. الله. انما اتعمى ابن الواد محمد عمر، ايوه ابوك واد. ايوه ابوك واد، والبوست اللي انت نزلته ده طبعا بنشكر الرابطه. حصلت الصلاه. حصل اتصال بالاخ خالد الدرندلي النائب تمام؟ وادوله نص ساعة. لو ما تشالش البوست اللي انت عامله هتتوقف فورا لاجل غير مستحيل. لانه كمان شالوا. البوست موجود يا خالد دلوقتي على الصفحة؟ لا. لانه كمان بشكر الاخوة في الرابطة احمد دياب والاخ خالد الدرندلي النائب رئيس اتحاد الكورة. لو هو مهزلة. لو واحد عامل مسخرة. لو انت راجل بقى يالا يا امين يا عمر نزل البوست ده. شوف الشكل ده حاجه من الاثنين يا بس. شوف مرتضى منصور بدل ما يقول جماهيره ان هي اللي غلطانه ان ضربت الراجل بالازايز في دماغه وكانت معرضه انها تتعور ولا تصيب طاقم التحكيم، لا يطلع يشتم الحكم ويدافع عن جماهيره. عمرك شوف زي عامل زي الواد
اسمه ايه؟ يحيى الكومي او يحيى الشايب، لما جماهيره رشخت النادي الاهلي بالحجاره وبتاعه، وراح طلعهم من الاسم وقال انا ما عملوش حاجه، وهددوا السواق في الاتوبيس ان هو يتنازل عن المحضر. بالظبط، شايفين؟ تخيلوا لو جماهير النادي الاهلي هي اللي عامله كده، كانت سابوا، كانوا هيعملوا حفله هزاز الرؤوس وخالد فطوطه ورئيسهم مرتضى منصور. ما تتكلموش علشان انتوا خدتوا عقوبات يا بس، يعني مش عايز اسمع صوتك. لا يعني بس يعني مش عاجبك. لا العقوبات، العقوبات قليله يعني، ان هو كتب تقرير محترم عشان الزمالك يتعاقب جامد يعني. لا انا عايز اقول لك حاجه، في جزء من العقوبات انا موافق عليه. اه طبعا اكيد، واحنا قلنا الكلام ده. انا الجزء اللي اترمى بيه ازاز انت لسه فاكر؟ ده لي سر بقى هقوله لك دلوقتي. انت في دوله بتحترم نفسها. واضح واضح. عملت شركه تذكرتي حضرتك بتودي رقم القومي بتاعك واسمك واحوالك، اكتشفوا ان 1250 واحد اللي رموا الازاز ما حضروش ولا ماتش للزمالك قبل كده. السلام. ركز معايا. معايا؟ ركز. لا تاني معلش، ده كلام مهم قوي يا استاذ مستشار. اه. حضرتك بتقول ان في ماتش اسوان كان فيه 3000 مشجع. في 1250 تقريبا اللي هم اتمنعوا. اه. تمام؟ اه. لم يحضروا أي مباراة للزمالك من قبل. يعني كل الماتشات اللي هو العشر أسابيع اللي فاتوا ولا واحد فيهم حضر. ولا واحد فيهم وحضروا بتاع أسوان اللي هو. طب إزاي ودول حاجزين بالفان أي دي من القاهرة وراحوا بالقطر من القاهرة لأسوان؟ يعني أنت ركبت ناس مش هم جماهير نادي الزمالك؟ أمال مين اللي راح؟ دول إيه؟ أشباح؟ أشباح دخلوا مدرجات نادي الزمالك؟ يا جماعة أي كلام بيتقال وحياة ربنا. ويقول له بجد يا ست المستشار، هو أنتوا بتضحكوا على مين؟ بتضحكوا علينا؟ بتضحكوا على نفسكم؟ الناس دي حاجزة فان أي دي وأنت بنفسك واخد منهم البطاقات ومأيد أساميهم، وأنت بنفسك حتى وأنت بتوزع لهم الوجبات أو الناس المسؤولة عن توزيع الوجبات عارفة مين الناس دي، والناس دي ليها فان أي دي وحاجزة بيها من القاهرة وهم اللي ركبوا القطر. تقول لي مش هم دول ومش هم دول اللي توقفوا؟ أمال مين اللي توقفوا؟ شغل تطبيخ مع تذكرتي، تطبيخ، طبخ يا فندم مع احمد دياب. ما خلاص احمد دياب بقى تحت الباط بعيدة. تمام؟ آه. لا خليك معايا بس عشان بس تفهم يعني. اه الماتش بتاع التحليه بكره. ولا واحد في ال 1250 طبعا الذاكره كلها نفذت. وده جمهور الزمالك العظيم. كلها نفذت. كلها. ولا واحد في اللي حجزوا لبكره او النهارده بعد الكلام داخليه خلاص في ال 1250. ما كانش لسه في عقوبات. لان الحجز ده مقفول من بدري. خد بالك؟ شوفنا مين الواد ابو طفيله ده، بيتهيألي واد اسمه شيكا، بيتهيألي يعني، بيتهيألي كده. تمام؟ في ناس راحت عشان ترمي ازاز عشان الزمالك هو اللي يتعاقب. عارف عقوبته بتبقى ايه؟ نقل مباراتين ليه. عمر الزمالك في ال 11 احنا ده الماتش ال 11 تقريبا. تمام؟ اترمى طوبه واحده او لفظ خارج طلع من جمهور المحترم اللي كان بيروح. فاتعمل فحص. طبعا لان اول مره ناس محسوبين على الزمالك يحذفوا ازاز. ازاز بيحذفوها دي. ما انا بص يا مستشار، انا قلت في بدايه الحلقه في المقدمه، معرفش كده سمعتني ولا لا، انا قلت ان احنا مش ضد اي عقوبه، اي واحد يخطئ، زمالك، اهلي، مقاولين، اي حد. بس ده مش جمهور الزمالك يا خالد. ليه؟ جمهور الزمالك اللي بيحضر يا جماعه ماتش بيحضر التاني والتالت والرابع، مجموعه مش شباب بتحضر وابيض. اكيد هيبقى يعني هيبقى عايز يواظب. يعني خدوا حضر، بقول لك تاني، ال 10 متوشه ما فيش واحد في ال 1250 راح قبل كده. دي غريبه قوي دي. فالناس استنت. قلت لهم طب استنوا بقى شوفوا لي الماتش بتاع الحصول بتاع اللي هو بتاع النهارده المفروض اللي هو الداخليه. تمام، لان التذاكر نازله من بدري. عملوا فحص بين دول وبين اللي فات وبين بتوع لسه بتوع بكره رايحين، ولا واحد منهم كان موجود. يبقى في حاجه مش مظبوطه. يبقى دول يتمنوا. مش يتمنوا، وانا قلت للاخوه في الاتحاد والاخوه بتوع الرابطه لا ما يتمنوش ماتشين بس، يتمنوا على طول.
لان دول بيسيئوا نادي الزمالك وجمهور الزمالك العظيم. جمهور الزمالك يا جماعه يبقى دول يتمنوا. مش يتمنوا، وانا قلت للاخوه في الاتحاد والاخوه بتوع الرابطه لا ما يتمنوش ماتشين بس، يتمنوا على طول. لان دول بيسيئوا نادي الزمالك وجمهور الزمالك العظيم. جمهور الزمالك يا جماعه على عمره شتم شرطه ولا شتم جيش ولا تبول على عساكر ولا شتم تركي الشيخ عشان العلاقات المصريه السعوديه ولا شتم رئيس نادي الزمالك ولا شتم الاسماعيلي، لا ده جمهور واعي ومحترم. دول مين بقى؟ دول مين؟ دول عملوا البطايق قبل الماتش ب 24 ساعه. يبقى دول كانوا رايحين مهمه محدده. يعني دول حضرتك الشركه قالت لك ان هم عملوا الفان اي دي؟ متواصل مع الشركه كلها. يعني الفان اي دي قبل 24 ساعه بس من الماتش؟ ايوه بالظبط. ولا حد فيهم كان طالع في القصر بتاع اللي مسميه لغايه دلوقتي قصر السعاده. ولا حد فيهم طالع في القصر. مين دول؟ ومين تنسوهم وصف جمهور الزمالك؟ عرفتوا يا جماعه ان الزمالك بيتعرض لمؤامره حقيره. وانا بقول لك هو مش حصل غرامات على فيرا وال الجهاز الفني والجهاز الفني. انا بقول لك الغرامه هتتشال ليه؟ لانه لما عرفوا الراجل ما حضرش المؤتمر الصحفي لانه متشتم. يا سلام. يعني لما يكون الحكم وعاملين مكرمه تحقيق الحكم اللي بيمسك عصايه ويجي لوحده دوت شباب ما اعرفش بيسموه ايه. خلاص؟ لما عرفوا كمان لان الفندق فيه كاميرات مظبوط؟ الكاميرات جايبت الافندي امين عمر بالمساعدين بتوعه كلهم راحوا عشان يعتذروا ويقولوا للفريق والمدير الفني والامير ما تقولش للمستشار. يا سلام. طب انت رايح لهم ليه؟ يعني مستر فيريرا تعرض لكلام فيه شتم يا باشا. اتقال له بين قوسين كلمه بتبدا بحرف الكاف وبعدين امك. قال له ما اسمعش صوت. تمام تمام تمام. وده تحكيم؟ ده تحكيم يا جمال يا علام؟ ده التحكيم اللي انت فرحان بيه ده اللي ده؟ بس يا عم استنى، شايفين الاسلوب الجميل بتاع مرتضى منصور؟ كلمة بتبدأ بحرف الكاف وفيها كذا، بين قوسين كذا. الفيديو اللي فات قال بين قوسين حتى في جسم المرأة حتى في جسم الست. ده رئيس نادي لناس محترمة وناس ملتزمة وناس بتحب ناديها وناس بتقدر ناديها، هل ده أسلوب يرتقي؟ يقول لك ده شتم ومش عارفه العقوبة هتتشال. عقوبة ايه اللي تتشال؟ ما انتوا مطبخينها خلاص يا باشا. زملكة في كل شيء، لجنة حكام على دولة على مسؤولين على حكام. لو الحكم ما اداش للفريق اللي قدام نادي الزمالك حقه، بدل ما تقول اللعيبة بتاعتك كانت رنجة، اللعيبة بتاعتك خربت الدنيا، اللعيبة بتاعتك نازلة الماتش عميانة مش دريانة بحاجة، تتكلم وتقول. وبدل ما تغلط في جماهيرك بتدافع عنها، يا راجل عيب عليك، ما بقاش الدفاع كده عمياني وتقول حرف كاف وحرف عين. يا راجل عين عين اسمه رينجا ده ولا اسمه ظبط الطين اللي يا راجل ده من كلادنبرج كاس العالم لغايه دلوقتي ما رجعش. طيب ما رجعش لغايه دلوقتي والدوله عماله تدفع دولارات. وبعدين لما طلعنا بقى احنا يعني كشفت حقيقتهم، قال لك ايه اجتمعنا النهارده، مش هيقول لك اجتمعنا وخدنا موقف بقى ومشينا الراجل، لا اجتمعنا واي نادي عشان يقيد لعيبه لو عليك ليه مش هنقيده. ما تقدرش، انا بقول لك ما تقدرش. والاهلي بتقول لك عليها 80 مليون و70 مليون. يا جماعه انا راجل سايب النادي وكان المديونيه 8 مليون جنيه. هل حسيت لعيب اشترى لعيبه يدفع لهم 80 مليون جنيه رسوم؟ انا مش فاهم يعني ازاي اللي بيبدا لما اشترى لعيبه ده. هو بالعكس ده عمال ده طفش اللعيبه كلها. يعني انا النهارده عشان مرتضى منصور مش عايز يدفع ولا مليم لاتحاد الكوره، ده مديونيات على نادي الزمالك. الدنيا ورث. هو انت مش راجل قانون؟ يعني لما ناس بيبقى عندها والديها بتموت وعليهم ديون للاخرين، مش هم اللي بيدفعوا الدين؟ بيدفعوا الدين، الورثه بيدفعوا الدين يا فندم. انت مديون، نادي الزمالك مديون. انت من امتى وانت في نادي الزمالك؟ من ايام اجوجو وباجوجو والناس دي. ما الناس دي عليها ديون، ده انتوا حتى اجوجو اكلتوا عليه مستحقاته.
انتوا لازم تدفعوا، مش عايز تدفع لاتحاد الكوره يا راجل؟ ده انت قلت انا عندي في الخزنه ربع مليار ربع مليار جنيه ومسدد ديوني وغراماتي وبتاع، وانت اصلا مديون للميه والكهرباء والغاز والضرايب واتحاد الكوره، وعليك مديونيات لدى الفيفا ولدى الكاف، وما بتدفعش ولا مليم، ومش عايز تدفع ولا مليم. هو عافيه، هي اتاوه. شفت الفرق بقى بين النادي الاهلي اللي بيتم فحصه عشان يدفع اي قرش عليه، خلاص احنا كمان مش دافعين. النادي الاهلي لو جدع يقول لما تحصل من نادي الزمالك فلوسه هو تعالى خد مني مديونياتي، انا مش هدفع ولا مليم لاتحاد الكوره ما دام نادي الزمالك مش راضي يدفع ولا مليم. ده اللي انا اعرفه، والمساواه في الظلم عدل. كمل. انت بتدفع الرسم ده رسم لاعب انت رحت ايدته، تمام؟ انا ما عنديش الا سيف. اولا سيف تقريبا هو اللي جه، اعتقد هو مروان حمدي، وبعد كده باب القيد اتقفل، فاحنا ما قيدناش حد بعد كده. يا باشا اتقفل ايه لو بتقل؟ تابعين للصفحات في النادي الاهلي للاسف. انت 80 مليون ليه؟ 80 مليون؟ طب ده انا كان ليا فلوس في الاتحاد الافريقي ايام ما انا مريدة كنت بحولهم عشان الموضوع بس برضه كان حاجز، خلاص خدوه، كان حوالي 8 9 مليون. كان بطولة بتاعت ايوه فاكر. خدوهم تمام. ليه بقى زي الواد التافه جوز الست؟ يلا انت جوز ست، يلا ده كان في مسرحيه وفيلم اسمه جوز الست، قال روح ادفع المديونيه اللي عليك الاول يا عم، شوف المصيبه اللي انت فيها الاول. فشاري الواد حسام حسن ب 40 مليون وتديه اللي ترجعه اللي اسمه ايه دوت الراجل اسمه ايه ده اللي بيدي الفلوس ده اسمه عامر ده اتفرج عامر وراح تديله اسمه طارق مين ولا زياد طارق اسمه؟ خالد عبد الفتاح. لا زياد طارق حسام وهو بقى بيديله خالد عليه سبتين. موضوع السمك شغال معاه مرتضى منصور بيتدخل في اللي ليه فيه واللي مالوش فيه. طب انت مالك انت نعير زياد طارق ولا نعير حسام حسن وان اللعيبه دي رايحه للاعارات؟ انت مالك؟ وانت مش اعارت حوده لنادي الاتحاد السكندري؟ حد قال لك كاني ولا ماني؟ ولا انت حاشر مناخيرك في اللي مالكش فيه ليه؟ انت مالك النادي الاهلي يعير مين ويجيب مين؟ مالكش دعوه. انت ايه اللي مزعلك؟ خليك في ناديك، خليك في الرنجه والملوحه وتهديد الحكام عشان يعملوا لك احتواء، لكن مالك ومال النادي الاهلي يعير لاعب يشتري لاعب؟ انت ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي حاطط النادي الاهلي في دماغك ليه؟ حاطط بتلقح بالكلام ليه على اسامه حسني؟ بتلقح بالكلام ليه على كابتن خطيب؟ ما تخليك في اللي انت فيه، خليك في اللي انت فيه، ما تتكلمش عن النادي الاهلي. هو كده لما يبقى عنده مصيبه وكارثه وجماهيره ضربة الحكام ومضرباها بالازايز يقول لك لا ده دول مش جماهير حقيقيين، ده دول ده الفان دي الفاي الفان اي دي بتاعهم مش حقيقي، لا ده مزيف، لا ده مش هم مين اللي ركبوا القطر؟ اشباح؟ عفاريت؟ ما الناس دي حاجزه من القاهره، الناس دي اول مره تروح، ما حاجزه من القاهره عندك راحت اسوان. ولكن اي كلام بيتقال، اي تتويه. بص العصفوره فين يا فندم علشان تداري على المصايب والكوارث اللي عندك. انا دول بتوع شركه الغردقه تمام. خليك يا ابني في نفسك يالا، هو انت لولا ده جوز الست كنت زمانك تبقى موجود في القناه؟ ايه اللي هربك علينا؟ وعلى فكره انا معاكم. بص يا خالد هنتكلم في حساب انا بيه دلوقتي. يا ريت هنتكلم في اجتماع اللعيبه. الظروف اللي انت فيه انت عندك حاجز تمام؟ انا عندي بكره 11 قضيه. ومحطوطين قدام القاضي اللي اداني سنه قبل كده. طب في 300 قاضي، لا هو القاضي ده احترامنا ليه. طب اشمعنى؟ لانك انت القاضي ده من سنتين سطبت عضويته. طب يا جماعه ما الدنيا مش هتمشي كده، لا هو كده ومش عايزينك تركز. انت بتشكك في القضاء؟ القاضي ده والقاضي ده وكل القضاة والنيابه العامه. انت بتشكك في القضاء؟ الضابط مش عارف صلاح ايه؟ القناه بتاعتكم دي اسمها ايه؟ انت بتشكك في القضاء؟ القضاء نزاه وعندهم نزاهه وهيحكموا عليك من حيثيات، بيطلعوا حيثيات حكم. القاضي بيحكم حسب الورق اللي جاي له، الورق بيدينك هيقول ان انت مدان، الورق بيبرأك هيقول ان انت بريء. القاضي اللي هيجاملك ولا هيظلمك، القاضي هيحكم بالحق ويحكم حسب الورق ما بيقول ايه. انت قدمت مستندات ان انت بريء ومظلوم هيتم تبرئتك،
لا في اوراق ومستندات بتقول ان انت مش مظلوم، مش هيتم تبرئتك وهيتم ادانتك، انتهى. ملك تي في مش كده؟ الباقي الضابط راح يشهد زور ويقول اللي عمل اسس السوشيال ميديا بتاع القناه دي مرتضى منصور. انت بتسامي يالا؟ انت بتزور يالا؟ انا اللي اسست السوشيال، انا كنت انا بجيب البتاع بالعافيه في التليفون وصفحتي معروف اللي ماسكها. مين اللي ماسك صفحتي يا احمد؟ عادي يا استاذ مرتضى، ما انت جايب عندك لجان، انت معايا اللجان وأزرع إعلامية، ما هو الشرقاوي ده من الأزرع الإعلامية، وإيهاب فرخة من الأزرع الإعلامية، وخالد فطوطة من أزرع الإعلامية، وأحمد جمالات والجماعة الزينين الروس دول من الأزرع الإعلامية. في لجان إلكترونية اللي أنت بتستضيفهم عندك بشكل مستمر في القناة. الراجل اللي بيصورك ده ما من ضمن السوشيال ميديا، اللي بيصورك وبيدخل معاك في أي مكان ده من ضمن السوشيال ميديا، اللي ماسكين صفحاتك سواء على الفيسبوك أو على على تويتر، او اذا كان معرفش كان عندك على تويتر، ما اظنش انت عندك على تويتر صفحات، اللي ماسكين صفحاتك على يوتيوب وعلى فيسبوك، ما دول لجان الكترونيه انت بتقبضها كل الف كل اول شهر. واجيب لك تامر عبد الحميد قبل ما يشرب شاي بالياسمين وهو بياكد ان في رواتب عاليه جدا من صفحات بتتقاضى منك فلوس لجان الكترونيه علشان تكتب ايه وما تكتبش ايه. عمل مخلوف وراح عمل مخلوف قال لهم في المحكمة اهو، ولا مخاطب الفيسبوك والقانون بيعاقب المدير المسؤول، تمام؟ قال لك لا احنا عايزين مرتضى، لا احنا عايزين مرتضى. ونفس القاضي اللي اداني براءة عن نفس الموضوع في شهر 4 في شهر 8 اداني شهر مع النفاذ، هو نفس القاضي. يا جماعة مش كده يعني، انتوا عايزين نمشي؟ طب ما يا جماعة هو ما يتمشيش، طب ما انا عايز امشي بيه. لا بصراحة احنا بنعيش في ظروف من ناحية مهنة واحدة، تحكيم، اعلام فاسد. النهارده الاخ مهيب منزل الخبر بتاع اسامة نبيل، تمام؟ طب هل ينفع وانه اتخانق مع بريرة في الماتش هناك في البتاع؟ الكلام كله كسب يالا مهيب يالا، وزي ما قلت لك قبل كده انت حتة مبلط، انت مبلط. انت مين قال لك انك انت اعلامي وتتعمل لك قناة وتتعمل لك برنامج؟ انت مين؟ لم يحدث. حصل بالضبط ان اسامه حاسس انه لازم يكون ليه دور. وكلامي واضح ان فريرا راجل شخصي، في مدربين بيسمحوا وفي مدربين يا خالد ما بيسمحوش. هو في النهايه المدير الفني هو اللي بيقود يعني. يا باشا هو اللي بيسير داخل الموسم. بالضبط. تمام؟ صح غلط دي مش مشكلتي انا. هو شايف ان اسامه ما بيقومش بينا على الدكه، هو شايف كده. ولم يحدث. النهارده فوجئ ان اسامه جاي بيبص بيحضنه بيقول له انا جاي فرصه في مكان تاني. وكلمني اسامه، كان لاعب محترم ومدرب محترم والولد ابن محترم وزوجته ست محترمه، تمام؟ وانت دوره على اكمل وجه. نقول له متشكرين ولا نيجي نعمل هيجان قبل الماتش بيوم يا مهيب انت هنعمل معاك؟ يعني اسامه على فكره اسامه كانت جاله قبل كده اسوان يا باشا، وكان اتفق اوريدي مع اسوان، وبعد كده يعني المره دي بقى في نادي تاني يا ساتر نشار. هو كلمني قال لي قول تاني اللي هو عايز يجرب يبقى مدير فني تاني. هو اصلا كان مدير فني. ايوه بس هو عايز يرجع يعني يبقى مدير فني، تمام؟ طب وده الادب والاحترام. دخل بس فريرا وحضنه وودعه، مفيش خناقه يا مهيب يا بابا يا مبلط. ها وانا حذرتك وبحذر صاحب القناه، يا صاحب القناه انا عندي كلام يجرح. هو عجبك صاحب القناه طال عمره حبيبك تركي الشيخ، هو صاحب القناه ام بي سي مصر، هو الممول بتاعها، هو صاحبها الاصلي. هو انت فاكر ان القناه دي مصريه؟ القناه دي سعوديه ولكن على اراضي مصريه، والعمال فيها مصريين ولكن تمويل سعودي. هو انت ناسي ان تركي الشيخ؟ اوعى تتكلم على تركي الشيخ، لان تركي الشيخ انت بتقول كان مسجل لفلان وفلان وفلان وهو بيديله هدايا. طب ممكن يطلع لك تسجيلات يا استاذ مرتضى وهو بيقول لك بيدي لك فلوس للنقاز والجروس وبن شرقي والناس دي. اوعى تغلط في تركي الشيخ، خد بالك انا بحذرك اهو. انت حاضر انسى، اوعى تنسى تاني
ولا بلاش المهم لقى ودخل واتخانق كل ده كذب وبالحق أسامة نبيه يشوف ان هو المكان دون مش حجمه كمدير فني نقول له متشكرين ولا نطلعها بقى من الماتش بقى والخناق وضربه لا 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 نقول له متشكرين بس هل يا سياده المستشار فيريرا عايز حد مكانه ولا حضرتك ما نقدرش نتكلم في الكلام دون انا بعد اسامه ما كلمني قفلت الصفحه تمام ما كنتش ناوي اتكلم في الموضوع ليه علشان انا عندي ماتش مهم انا عملت بقى انا عامل فيديو النهارده على فكره لا ولا انا بشكر شعب مصر العظيم الفيديو اللي انا عملته امبارح امبارح ملايين داخلين عليه بقى ترند ده ثقه في مرتضى وصدقه مرتضى على فكره اهلاويه وزملكاويه صعايده وبحراويه لا العالم العربي كله ملايين دخلوا عليه ملايين تمام ملايين دي رساله بقى اللي قالها هربانه بره الخونه اللي بيقبضوا بالمخابرات الامريكيه زي الواد اللي اسمه المهدي دون حسين ده ولا زوج حسين او بريطانيه زي الولد ناصر او الواد الثاني ابن معتز بطل او الواد اللي اسمه دفتر الدين ده الشاذ ده اللي اعتقد ان هو هربان في تركيا دلوقتي على ما يعود لاش قطر طردته تمام ودي رساله ليهم ان انا بقول اهو في بلدي بنتقد بلدي كلها بالنظام وقاعد في بلدي تاني قاعد في بلدي محدش بيقبضني عشان اقول انا بقول اللي الناس كلها عايزه تقوله وقلته ملايين يا خالد ده بشكر طبعا الناس كلها ملايين لما تيجي نشوف الملايين دي اللي دخلوا فين استنوا كده يا جماعه وايه اهو ادي صفحه مرتضى منصور اللي على اليوتيوب فين الملايين اللي دخلوا ده اخر فيديو دخل عليه 33000 وده 12000 وده 39000 وده 29000 يعني دي الفيديوهات اخر فيديوهات نزلها اخر بص ده بقول لك اخر بص ادي من 3 ايام اهو 33000 وده 12000 من 3 ايام وده من 5 وده من 5 ايام وده من 5 ايام فين بقى الملايين اللي انت بتحكي فيها انا ما اعرفش مرتضى منصور بيضحك على مين انت بتضحك علينا ولا بتضحك على نفسك ولا بتضحك على الناس فين الملايين اللي دخلت على اخر فيديو فين هم انا الله اعلم يعني انت بتحكي في حاجه انا مش شايفها بصراحه وده هو الصفحه بتاعته القناه بتاعته الرسميه المتوثقه واللي عليها اللوجو بتاعه اخر فيديو من 3 ايام وادخلوا اكتبوا مرتضى منصور هتلاقوا الفيديوهات بتاعته مفيش حاجه بالملايين ما شفتش فيديو دخل عليه مليون بصراحه بسم الله الرحمن الرحيم اهو فيريرا وأسامة نبيه اتخانقوا في اوضه اللبس بعد الماتش لم يحدث ده وفيريرا قال له انت مش معايا والله العظيم ما حصل اقسم بالله العظيم يا كذاب ما حصل لو كملت انا مش هكمل بطل كذب طب قال له ايه بالعربي ولا بالانجليزي ولا بالبرتغالي ولا بالفرنسي اولا يعني عايز ادي معلومه بس بسيطه اولا اسامه نبيه شخصيه محترمه جدا مؤدب يعني مؤدب جدا جدا ممكن يكون مثلا في اوضه في الاوضه هو قام قال له لا اقعد ده عادي بيحصل على فكره كتير لكن اللي انا عايز اكده ان اساسا اللي خلى ابنه نجم هو فيريرا يعني اللي خلى يوسف نجم هو فيريرا هو فعلا نجم يعني انا مثلا لو ابني بقى نجم مع مدرب هبقى ضد المدرب ده انا هحطه فوق راسي لا ده ايه بقى ده ابني اهم مني بالظبط كده يعني هادين دايما بالفضل هادين دايما بالفضل ان المدرب ده هو اللي صنع اسمه وبدايات ابني لو ايه بقى بيقول لك ايه بقى الاخ مهيب واسامه ما جاش التمرين النهارده يا كذاب لا اسامه كان موجود في التمرين لا موجود ومحمد صبري كان معايا وقال لي اسامه راح التمرين النهارده بتاعتك بقول لك منتهى الادب والاحترام وعلى فكره يوسف اسامه نبيه بقه كده بقه عامل كده من وجع السنان بالظبط وبعدين ايه؟ يقول لك انت هو كلام عند حضرتك مش بتدلع مش بتدلع عشان بتكذب بص اهو يوسف اسامه نبيه اهو حاطط عشان الناس تعرف ادي بقه اليمين كله وارم تقريبا عنده خراج تقريبا ممكن بقى هيعمل عايز اقول لك حاجه يوم الاربعاء هيقبضوا فلوسهم كلهم هتلاقي بقه اتعدل ان شاء الله باذن الله يا يوسف ايه ولا الادب اللي في الدنيا محترم يعني عيل متربع قوي 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 في اخ تاني يوسف بتالي لا ده مالك ده اللي مجرم ده مش
مش كده؟ اه ده مالك ده مجرم. عايز اعرف وتعطيني من نادي الزمالك، ما تخليك انا في المصايب النادي الاهلي كل يوم وتبقى في اخ تاني يوسف بتالي. لا ده مالك، مالك ده اللي مجرم ده. مش كده؟ اه ده مالك ده مجرم. عايز اعرف وتعطيني من نادي الزمالك، ما تخليك انا في المصايب النادي الاهلي كل يوم وتبقى فين المصايب بقى اللي في النادي الاهلي؟ النادي الاهلي عنده 4 مليار جنيه في خزنته من الرعايات فقط، ده غير البث التلفزيوني، ده غير الرسوم من الاعضاء من 4 فروع. قول لي بقى فين المصايب؟ لا لينا لا اتحاد الكوره ليه عندنا فلوس، ولا الضرايب، ولا الكهرباء، ولا الميه، ولا الغاز، ولا اي مصلحه او اي جهه حكوميه ليها مليم عند النادي الاهلي. يبقى مين اللي عنده مصايب؟ اللي عنده ديون متلتله لدى اتحاد الكوره وبيذله وبيقول له ادفع علشان تسجل لعبتك، ولا الضرايب اللي كانت يعني نايمه وساكته على الملايين اللي ليها عندك، وفي الاخر اتفضحتوا انتوا الاثنين وراح حجز على الديون بتاعت ممدوح عباس ودفعها لك واديها لك بايده الشمال. النادي الاهلي ما عندوش مصايب، معروف مين النادي اللي عنده مصايب وعنده كوارث وعنده ابواق اعلاميه بتقل ادابها فقط على الشرفاء وعلى الناجحين. طب معلش يا سياده المستشار عشان الناس تفهم كده، خلاص اسامه نبيه يعني بنشكره، بنشكره مش هيبقى متواجد الفتره اللي جايه وهيبقى مدير فني، مدير فني نادي تاني يعني. هو ده نادي الزمالك. اه بالنسبه اللي بقى للفكره، حضرتك بعد الماتش هتقعد تجتمع بفريرا وتشوف وجهه نظره بقى، عايز يجيب حد ما يجيبش حد. يا سلام. نادي الزمالك مليان بصحيح، مليان او لا مليان صحيح، هو يطلب صحيح صحيح تمام، عايز يبقى لوحده ما عندناش مشكله صحيح. انما اسامه قضى مرحله باثنين دوري لازم نشكره يا جماعه صحيح صحيح، وكاس لازم نشكره صحيح، ويكفي ان هو قدم لنا يوسف صح. يعني يا اسامه لو ما عملتش حاجه في تاريخه قدم يوسف الجميل المؤدب، ده ولد مؤدب شاب مؤدب اه جدا، واسامه مؤدب كمان جدا، اسامه طبعا في عمره بقى. ازاي يا استاذ مرتضى ازاي اسامه نبيه ما عملش حاجه في تاريخه؟ لا ده انا هجيب لك حاجه دلوقتي عملها اسامه نبيه في تاريخه، يعني كانت خدمه لنادي الزمالك. استنى يا باشا استنى، انا هوري لك واسمعك حاجه هتعجبك قوي. على غزل المحل، رجعت على غزل المحل، لعبت السيمي فاينل كاس مصر غزل المحله مع الزمالك، وانا عارف ان انا هرجع بعد الماتش يعني على الزمالك، على الزمالك وفرص كتير جات لي ان انا هدف والتوفيق ومش يعني قلبي يعني توفيق ولا قلبي ما طوعنيش، جات لي فرص فعلا اللي هو قلبي يعني ما طوعنيش فرص، وانت ما حبيتش تهدف، جالي فرص لدرجه ان انا كنت بلعب ساعتها ركز مع بعضين. أنا الجو منعش وجميل، انا في غايه السعاده لدرجه ان انا جالك فرص، جالي فرص وما جبتش، لدرجه ان انا ساعتها كنت بلعب على كابتن ابراهيم حسن. اه في يوم واحده قلت له شيل، يعني في يوم واحده عارف انت اللي هو ايه، انا خلاص يعني لازم انت تقول لكابتن ابراهيم شيل وانت بتلعب ضد شيل يعني ينور عليك. ف لا انت عارف يعني ايه الزمالك في سمعت يا استاذ مرتضى، فالراجل قدم كتير لنادي الزمالك فما نبخسش حقه، الراجل يعني كان قادر يقصي نادي الزمالك من كاس مصر، بس هو الراجل مرضيش وقلبه ما طوعهوش، فاسامه نبيه له فضل كبير على نادي الزمالك، فما نبخسش حقه، الراجل قدم كتير، مش قدم ابنه فقط، لا ده مرضيش اصلا يقصي نادي الزمالك امام غزل المحله، وكان بيضيع اهداف بتعمد علشان نادي الزمالك يكسب الكاس ويطلع للنهائي وياخد بطوله، ولاعب بياخد حقه يعني من غزل المحله ولحم كتفه من غزل المحله، لا ازاي يخلي نادي الزمالك يعمل. ومرتضى منصور اللي بيتكلم على التفويت وبيتكلم على اللاعب اللي على سعد سمير لما شد سافيو واداله ضربه جزاء ده بالقصد ومش بالقصد، ده اسامه نبيه اهو بيعترف. كمل يا باشا. ده بالنسبه طبعا اجتمعت مع اللعيبه. هو انا لعيبه رجاله بسبب الحجز يا خالد كان ليهم جزء من الفلوس ما خدوهوش. صحيح ومستحملين. الولاد المحترمين دول اجتمعوا مع بعض. وخدوا قرار ما حدش يتكلم في مليم الا بعد الدنيا ما تفرج على الزمالك. اقسم بالله العظيم ما حد النهارده كلمني في تعريف. انا اللي قلت لهم على فكره انا كنت هصرف لكم جزء من الارض. بس قلت لهم في جزء من الجمهور يقعد يقول لك ايه اتغلبوا مبسوطين فلوس ما بتاعتهم يا جماعه. انا اتفقت معاهم ان بكره ان شاء الله عندنا ماتش ربنا يكرمهم.
وبعدين عندنا بعد كده اعتقد الاسكندريه وبيراميدز مش عارف مين قبل مين، عندهم 16 بيراميدز في الكاس، عندنا الاتحاد يوم الاربعاء ان شاء الله وبيراميدز يوم الاثنين في الكاس ان شاء الله 16. تمام. هم ما طلبوش لانهم رجاله، يعني رجاله، فان شاء الله باذن الله الاربعاء اللي جاي ده مفيش لاعب هيبقى ليه مليف في نادي الزمالك ان شاء الله. ليه؟ لانهم لعيبه رجاله، في منهم بيبقى حاسس ان هو، انت عارف طبعا دي مش مشكله فريرة، دي مشكله تواصل المباريات. وفكرك يا محمود يا خطيب لازم يحط الخطيب في النص، واخويا محمد بوسيل واخويا فايز عليهم بعد ما مضينا 16 نادي ان دوره كورونا ما يجمعش، محمود الخطيب قلب الدنيا بالناس اللي معاه واللي مستنينه ان الماتش ان الدوري ده لازم يتلعب، والمذكره عند الوزير بتقول له مذكره ايه بقى طبيه فنيه ان اللعيبه دي لو وصلوا الدوري بالطريقه دي، والدوري اعتقد خلص شهر 11 التواصل ده، الولاد مش هيقدروا يتحملوا نقعد خمس سنين على الاقل نصلح في العمل محمود الخطيب، وهو كان اول الضحايا، ما عنده لعيبه كتير اتكسرت بسبب ده. لا والاكبر يا سياده المستشار، احنا بقينا تصنيف تاني في افريقيا ولعبنا السنغال، يعني كنا ممكن نوصل كاس عالم. لولا الكابتن حسام البدري، حسام البدري طبعا رفض يلعب الماتش الودي عشان الاهلي كان عنده البطوله بتاعته. يا جماعه بقول لك تاني يا محمود الخطيب، والوزير موجود والاستاذ محمد بن صالح موجود وفارس عرين، وبعد ما مضى 16 نادي تقريبا وباجد سامي مضى، كان بيضمن كله مضى تمام، وراحت المذكره والطلاع مضى ومش كله، كل الانديه مضت الخطيب وكان فرج عامل تمام. الاثنين قال لك لا عايزين نكمل، التكمله دي هي اللي قلبت الدنيا لغايه دلوقتي. فالعيال دلوقتي اي نادي، اهلي زمالك اي نادي، اللي بيحصل ايه؟ بيلعب كل ثلاث ايام، هل هو بيبقى عنده فرصه للتدريب يتمرن يعني اي مدرب؟ لا طبعا، لا طبعا عندوش، ما عندوش فرصه للتدريب. وللاسف كمان يعني يعني طبعا اكرم توفيق للاسف جاله صليبي تاني، كريم فؤاد جاله صليبي تاني، مصطفى الشوبير ربنا برضو يشفيه جاله غضروف، عندك صلاح ريكو، صلاح ريكو كان في الزمالك قبل كده جاله، دلوقتي بتقول لي الولد اسمه كريم دلوقتي لسه برضو جايته جاله صليبي. صليبي انت يا محمود الخطيب المسؤول، انت اللي مسؤول، وزير الشباب موجود، لو انا كذاب يقول انت كذاب. وبعدين رحنا قال لي عايز اروح المكتب، لقيت اخويا فايز ريبي رئيس فرع نادي طنطا الطرب، واخويا محمد مصطفي رئيس اتحاد اسكندري تمام، والوزير قال لي يا جماعه ده قرار وعشان خاطرنا وخش. قلت له يا سياده الوزير انا عندي تقرير اتعرض علينا كلنا كل الانديه ان الولاد مش هيقدروا يكملوا الطريقه دي، الموسم هيبقى متواصل عشان تكمل الدوري ونص، هو اللي حصل ان النص الاولاني واخد بالك قعد حوالي اربع اشهر ما فيش دوري متوقف عشان الكورونا، هتضطر ان الموسم بدل ما يخلص في شهر 6 او 7 خلص في شهر 11 كده، الولاد ما استريحوش كملوا، وبعدين بعد كده ما كملوا، فانت اللي مسؤول عن كل الاصابات دي. وسبحان الله بقى بعد دوري كورونا ده الزمالك خد الدوري والكاس بعد كده الحمد لله سبحان الله. ده الجزء الثاني بتاع اللعيبه ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هتبقى قبل يوم الاربعاء هكون معاهم باذن الله، وربنا يوفقهم ماتش بكره ماتش مهم. فانا شايف الحكم مش عارف اسمه ناجي، محمود ناجي بص ومحمد الصباحي على الفار، طول ما الحكم مش بتاع شو اعرف انه حكم عادل، لان اللي بيضيع الدنيا اللي هي ليهم اسماء وافتكروا نفسهم نجوم سينما، الواد يقعد يتبخطط كده ويهز نفسه ويهز مؤخرته. طيب مالك اعرف دول اللي هيعملوا مصيبه. طب معلش قبل ما حضرتك تقفل بس، عشان كان في كلام على السوشيال ميديا على فكره ان الزمالك يهز مؤخرته، شايفين يا جماعه ده كلام بيطلع على الاعلام على تلفزيون مصري؟ هو فين السيسي؟ السيسي فينه؟ فين السيسي يجي يشوف الكلام اللي بيتقال من احد رجال الدوله؟ هو مش مرتضى منصور بيقول ان هو راجل دوله؟ هل يرتضي رئيس الجمهوريه ان الكلام ده يطلع ويقول لك ده بيهز مؤخرته؟ قال كان عايز مروان عطيه، وبعد كده جاب عمرو السيسي، وبعد كده الزمالك ممكن يكون صرف نظر عن في يناير، الاهلي عايز مروان عطيه، يعني الناس ابتدت تربط ان انت وديت محمود علاء للاتحاد والصداقه اللي ما بينك، يعني
عايز توضح الموضوع ده للناس برضه يا سيد مشرف؟ لا ليس كل ما يعرف يقال. طيب خلاص ماشي. ولا تعليق. ماشي خلاص. خد بالك اخيرا طبعا بدا كل البوز الزمالك خالد خلال شايفين يا جماعة الشتايم والألفاظ وإلقاء الزجاجات، وهقول لكم العقوبة المنتظرة على نادي الزمالك وعلى لعيب نادي الزمالك وعلى إداري نادي الزمالك وعلى جمهور نادي الزمالك. يعني عقوبة هزلية أو هزيلة. اسمعوا طبعا بنعتذر عن الألفاظ، بنعتذر، بس ده إهداء لاتحاد الكوسة. بص يا فندم، اللي حصل في ماتش اسوان، مرتضى منصور يجيب سيرته، يجيب القاء الزجاجات على نادي، على الحكم. لا ما يتكلمش على كده، يتكلم ازاي الحكم ما يحسبش ضربتين جزاء لنادي الزمالك، لكن الضرب والاهانه والشتايم لا ما يتكلمش عليه، لا هو ولا هزات الرؤوس. هسمعكم بقى العقوبة المنتظرة على نادي الزمالك بعد الإهانات والضرب والسباب اللي وجه لأمين عمر حكم المباراة. نسمع كده العقوبة المنتظرة على نادي الزمالك ايه. صفر مش باين، واحنا بنقرا 100,000 إلقاء الزجاجات مش 10,000، أنا قلت 10,000 إلقاء الزجاجات. نرجع اللائحة مرة تانية يا جماعة. في حالة إلقاء الزجاجات، وده اللي اتكتب في تقرير الكابتن أمين عمر عن جمهور الزمالك في مباراة الزمالك وأسوان، كان عقوبته اللي هو فين تاني؟ اللي هي في حالة قيام الجماهير بقذف زجاجات شرطة حجارة، دي 100,000 ماشي؟ دي 100,000 اهي، شايفين اهو صفرين وتلاتة، ادي خمس أصفار، يعني 100,000 جنيه. يعني الزمالك غالبا هيغرم 100,000 الى جانب 30,000 السباب الجماعي او 20,000 السباب الجماعي، فممكن 120,000 جنيه. ده طبقا للي مكتوب في التقرير يعني. طبعا الى جانب غرامه عدم حضور فيريرا المؤتمر الصحفي كالعاده. طب بمناسبه الزمالك، وهو القصه لا تخص الزمالك بس، لكن باعتبار ان الزمالك هو الاكثر او الاعلى مديونيه لصالح اتحاد الكوره، فالنهارده الخبر اللي انتشر النهارده الناس بقت عايزه تفهم، تعالوا نفهمكم. شايف يا فندم، نادي الزمالك الاعلى مديونيه لدى اتحاد الكوره، اللي يطلع يقول لك انا عندي ربع مليار جنيه في الخزنه ومسدد كل ديوني. مرتضى منصور بيخبط في الحكام وجمال علام ليه؟ ما علشان عليهم ليه فلوس، عليه ليهم فلوس ومش عايز يسددها، فطالع يخبط في ده ويخبط في ده ويخبط في ده. مرتضى منصور عايش سفله، الدولة مدلعاه وحطاه على الحجر وبتهننه، ليه ضرايب ما بيدفعش، كهرباء ما بيدفعش، نور ما بيدفعش، ميه ما بيدفعش، غاز ما بيدفعش، مديونات لاتحاد الكرة ما بيدفعش، وجماهيره تتدلع وتتهين تتهنن ويجيبوا لها قطر ووجبات وتروح تضرب الحكام، والعقوبة 100,000 جنيه على إلقاء الزجاجات وعلى الشتيمة الجماعية. مع بعض كده طبقا لمعلوماتنا، ايه قصه قرارات اتحاد الكره النهارده؟ النهارده اتحاد الكره اصدر قرارات بعد اجتماع عقده اليوم، بيقول ايه في القرار الاهم؟ انه ثانيه قبل ما نحكي القصه دي بس اقول لكم القرار، انه لن يتم قيد اللاعبين للانديه الا بعد سداد المديونيات، نقطه. كتب كده، مش هيتم قيد اللاعبين في يناير، احنا بنتكلم في يوم 3 يناير النهارده، الا بعد سداد المديونيات، نقطه. يعني ما شرحلكش، ما قالكش او ممكن نعمل كذا او
هو انا بقول لك كده. طب ايه بقى الوضع؟ لان اغلب الانديه عليها مديونيات، لكن بعضها الا نادي الاهلي بعضها مديونيات كبيره. تعال نستعرض القصه لانه الواقع يعني ان هي ليست ازمه كبيره قوي، لكنها فرصه لجمع بعض المستحقات، لان الجدوله حل متبقي من الحلول كما كان في السنوات الماضيه. النهارده اتحاد الكره اجتمع مجلس اداره. في السنوات الماضيه كان في جدوله، الزمالك دفع حاجه من الجدوله، جدوله الديون ما حصلش. ده الديون عماله تتراكم سنه ورا سنه ورا سنه. ده الزمالك ليه فلوس من ايام ما كان سمير زاهر شغال في اتحاد الكوره الله يرحمه، من ايام ما كان هاني بوريده شغال في اتحاد الكوره. ده مره هاني بوريده لما طلع بفضيحه يوم ماتشنا مع او كاس العالم في روسيا، فلقيه عنده مديونات بالملايين. فوزير الشباب بيقول له، وزير الرياضه بيقول له فين الفلوس؟ انا كنت بسدد ديون نادي الزمالك، لا ده اتحاد الكوره ولا ده الفيفا ولا ده اللاعبين ولا ده مش عارف فين، لا ده سكت. ما هو زملكاويه في بعض سكت. لكن اللي انا عايز اقوله، ادي اتحاد الكوره اللي بيطبطب وبيدلع، وادي اللي حصل من جماهير نادي الزمالك في اشاره صارخه. ما هو ده بقى هيقولوا عليه احتواء ولا هيقولوا عليه حماس؟ زي ما كسروا المدرجات قبل كده وقال لك ده حماس. حماس ايه والفريق كان متعادل 1-1؟ ايه الحماس في كده؟ ايه الحماس في ان انت بتكسر كراسي الدوله ومنشاه عامه؟ ما تعاقبوش. فهو ردوا عليك بالقاء الزجاجات على الحكم وسب جماعي وسط صمت اتحاد كوسه فاشل للاسف، وبيطبطب وبيدلع على نادي المفروض يكون محترم علشان هو بيتم احتوائه ليه سنتين وادي الثالثه ومش عاجبهم الاحتواء، عايزين احتواء اخر. نكمل الفيديو بتاعنا في اللايف وما تروحوش في اي مكان. شوف سعادتك، كل يوم الحده بتزيد والوتيره بتزيد والاهانات بتزيد وسط صمت الدوله. طول ما الدوله ساكته هو هيزيد وهيتكلم وهيقول وهيعيد وهيزيد. فين السيسي؟ انا نفسي افهم السيسي فين؟ السيسي فين؟ السيسي ما صدفوش اي فيديو من مرتضى منصور وهو بيشتم مصر كلها؟ هل يرضى ابنائه يتشتموا؟ انا مستغرب بصراحه. علامه استفهام قد الاوضه اللي انا واقف فيها دي على السيسي، ازاي ساكت على اللي بيحصل ده؟ هو الخطيب ده مش ابن من ابناء النادي الاهلي؟ ابن من ابناء مصر؟ طب عمر اللي بيتشتم، امين عمر اللي بيتشتم كل يوم، ده مش ابن مصر؟ وحكم دولي بيتشتم ليه؟ وفلان امه وفلان نعته وفلان صفته وفلان مش عارف ايه، والخطيب السبب في دوري كورونا اللي رجعته الدوله. مدبولي حبيبك وايدك اليمين او دراعك اليمين او دراعك الشمال هو واشرف صبحي، مش الخطيب. مال الخطيب؟ لو الدوله قالت ان مفيش كره هترجع خلاص، ما هو الدوله دي عايزه المكن يجري، المكن يمشي، المؤسسات تمشي. ما هالكوره دي بتدير عائد على الرياضيين، لو مفيش كوره في البلد الناس هتشحن، الناس هتقول ادونا يا دوله واحنا ما معناش والدوله ما معهاش. لكن ايه الحكمه في ان مرتضى منصور يطلع يشتم مصر كلها؟ ايه الحكمه في كده؟ ومحدش قادر يعني يقول له انت فين؟ ما يا اما يتعرض على طبيب نفساني يشوفوه في ايه، يا اما يتعرض على واحد شيخ يرقيه ويشوف ليكون على عفريت اسمه كابتن خطيب. بس ما مش طلب اكتر من كده. احنا بنقول للمسؤولين في الدوله الى متى هذا الهراء؟ بس نفسي واحد من الدوله يطلع يقول اي كلمه بتتقال. تخيلوا لو اي مسؤول في الدوله طلع قال الكلام ده، تفتكر المسؤولين المفروض يعملوا ايه؟ اي مسؤول غير مرتضى منصور؟ مش كانت حاسب؟ مش كانت جازم؟ مش كانت شطب؟ يا اخوانا فين اتحاد الكوره؟ فين اشرف صبحي؟ كلكم خايفين من مرتضى منصور؟ مرتضى منصور عامل ايه للناس عشان تخاف منه؟ عنده فلوس؟ ما في ناس عندها فلوس، عنده سلطه وعنده الرئيس مبارك اترمى في السجن هو وعياله، وكان معاه مصر كلها والمسؤولين كلها في جيبه، اترمى في السجن. ايه؟ وبعدين نهي ايه؟ انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.